يحتفل العالم في اليوم السادس عشر من نوفمبر باليوم العالمي للتسامح، وهي مناسبة سنوية تحتفي بها الأمم والشعوب من أجل ترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام والتآخي. يوم التسامح العالمي لغة عظيمة جداً ما يعرفها، يعني دائماً أقول إلا الطيبون. هذه اللغة يمكن تكون نمارسها يوم عن يوم وإحنا ما نعرف، لكن لازم يكون في البداية سلام داخلي وسلام داخلنا عشان نقدر بعد كنا نمضي حياتنا في تطلعات، في أمل، في أمل، في راحة. جروب صانعات السعادة هو جروب مكون من مجموعة من أخصائيات السعادة، استشاريات السعادة، مهتمين بالتنمية الذاتية والتنمية البشرية وخدمة المجتمع. المتسامح ينعم بالسعادة والسكينة لأنه متصالح مع نفسه ومع الآخرين، فهو ينشر هذه القيمة الجميلة ويعلمها لكل من حوله. مبادرتنا هذه اللي هي باسم مبادرة الريشة البيضاء اللي هي ترمز عن التسامح. التسامح يعتبر اللي هو وجهان لعملة واحدة. التسامح ليس فقط مبدأ، بل هو أقوال وأفعال تمارس باحترام الآخر وتقبله وإعطائه الفرصة للتعبير عن رأيه. كما رأيتم اليوم أن صناعة السعادة بحد ذاتها سعادة، وأن التسامح هو الرضا والمحبة بين المجتمعات. لقناة إقراء ليال رواس جدة.